Multiplication of two matrices has ضرب صفتين. إذا كان لديهم صفتان مثل A و B, A رتبتها M في N وال B B في Q, حاصل الضرب يكون صحيح ومعرف إذا كان N يساوي B, وإن الصفة الناتجة تكون ذات المرتبة M في Q. عملية ضرب الصفات تكون صحيحة وممكنة إذا تحقق شرط N يساوي B, يعني عدد الأعمدة من الصفوف الأولى يجب أن يساوي عدد الصفوف من الصفوف الثانية. راح نأخذ مثال نطبق عليه هذا الكلام. عندنا الصفوف A ذات رتبة 3 في 2 و B الصفوف 2 في 2. إذا N الصفوف A يساوي 2 و B الصفوف B يساوي 2, إذا متساويان. إذا ممكن ضرب الصفوتان. عملية الضرب شلون راح تصير؟ كل صف من الصفوف من الصفوف الأولى نضرب في كل عملية من الصفوف الثانية, يعني نضرب الصف الأول في العمود الأول اللي يعطيني العنصر الأول في الصف الأول في الصفوف الناتجة, الصف الأول في العمود الثاني يعطيني العنصر الثاني في الصف الأول في الصفوف الناتجة, وهكذا لبقية الصفوف في العملية. بصورة عامة A B لا يساوي B A لا في حالة خاصة, بعدين نجي عليها. هذا المثال غير مطلوب لكم للاطلاع. الآن 10 ذا كوميوتاتور. التباديل, التباديل تعطى بالعلاقة التالية: أقواس موازين أي فارزة B, يتم فتح هذه العلاقة عن طريق حاصل ضرب الأول في الثاني ناقص الثاني في الأول. إذا كانت هذه العلاقة ساوي صفر فيقال إن الصفتين أي و B متبادلتان. كومبلكس كونجيجيت, المرافق المعقد, ويرمز له برمز اي ستار ويقرا اي كونجيجيت, ويكون تاثيره فقط على العنصر ذات الجزء الخيالي, يغير اشارته فقط من السالب الى الموجب ومن الموجب الى السالب, اما الجزء الحقيقي فلا يتاثر به. عندي هالخاصية C في أي كل كونجيجيت, ممكن توزيع كونجيجيت عليهم C كونجيجيت في أي كونجيجيت, ممكن توزيع C كونجيجيت على عناصر الصفوف أي صف أي J كونجيجيت, حيث C سكيلر كمية عددية. 12 transposition, منقول من الصفوف هو عملية استبدال الصفوف بالأعمدة والأعمدة في الصفوف, ويقرأ أي transpose. مثال, عندي اي من صفوف 2 0 1 3, اي ترانسبوز لها راح يصير 2 1 0 3. لاحظ العمود الاول صار الصف الاول والعمود الثاني صار الصف الثاني.